مرحله نحطوها تخمر مده ساعه نص ساعه، كي تا دوبلي دو فوليوم نحوها من لو ريسيبيون تاعنا، نقسمو لاباط تاعنا على زوج، نحلوها مع الاول غير بشويه بيدينا هذا مكان، ونروحو نحلوها بالحليول. هنا نحلوه شويه خشين ونخليوه يزيد يخمر. بور كيفاش نخدموه، جي بيردو المقاطع هذوك وين فيلميت، انا من بالي كنت نفيلمي هو ما كانش يفيلمي، سمحوا لي اي جو ميكسكوز. نحلو الخبز تاعنا، نروحو نديرو الزيت في يدينا ونبداو نخدمو، نديرو بصبعتينا تو 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 ونبداو نخدمو شو لانغرياج، نخدمو على الطول وعلى العرض باش نخرجو شو المربعات صغار، ونخليوه يخمر واحد لعشرين دقيقة. نروحو نديرو له لا دوغور، هو صفار بيضة بشوية حليب ولا شوية ما، ونديرو له الجلجلان ونخليوه يزيد يعاود يخمر، ونحطوه يطيب في فرن يكون مسخن من قبل. هذا هو الخبز ديالنا. نروحو دوكا لا سوب تاع القرنون. اول حاجة نسحقو كيلو قرنون، نحطوه يغلي حتى يطيب مع شوية ملح. لا دوزيام بارتي نسحقو رطل بطاطا، نص ريتلا تاع الحليب، شوية معدنوس، ملح، فلفل ابيض ومغرفة تاع الزبدة ولا مارغارين. نقطعو البطاطا تاعنا هذيك خشينة كبيرة، يعني ماشي لازم تكون رقيقة، ونروحو نزيدو لها نص ريتلا حليب، معدنوس ومغرفة تاع الزبدة، ونحطو هذيك البطاطا الطيب. كي يبدا يتغلى هذاك الحليب ديالنا، اونطروطون يكون القرنون طاب ونقيناه ونحينا غير لو كور ديالو. نروحو نزيدوه في هذاك الخليط، ونزيدو الفلفل الابيض وزوج كيسان تاع الماء. فوالا هاو القرنون تاعنا كيفاش نقيتو وقطعتو اون كارتيي، ونروحو نفرغو لهذاك الخليط تاع البطاطا والحليب، ونزيدو له زوج كيسان تاع الماء. هاوليك المقدار ديالهم، واحد نقول واحد نص ريتلا ماء، ونخليو هذيك البطاطا تاعنا تطيب. لو باسكو غير البطاطا اللي مازال ما طابتش، القرنون طايب. كي طيب هذيك البطاطا نروحو نميكسيوه افيك ان بون مورسو دو فرماج بلون، سوا هذاك هادوك لي تاع لا فاش كيغي، سوا فرماج بورسيون. فوالا كي بعد ما رحيت هذيك لاسوب تاعي كيفاش خرجت ان فولوتي فريمون اونكتيو وبزاف بني، ويخرج يعني على واش مال فين نطيبو كوم سوب. فوالا الخبز كيفاش خرج ما شاء الله بزاف خفيف. نتمنى حبيباتي سيو هاد الوصفتين باسكو فريمون بنان ويستاهلوا انه نجربوهم. ما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع احبابكم واصدقائكم. نتمنى انهم عجبتكم لي غوسات تاع اليوم. نخليكم في رعايه الله وحفظه، وتهلاو في رواحتكم. مع السلامه، الى اللقاء دون اون نوفيل فيديو.